طيب الان اللي بنسويه الان اننا بنسوي مشروع في فاير بيس. زي ما قلت لكم فاير بيس ما يحتاج تسوي لك شو اسمه تسوي لك سيرفر وما ادري ايش، جدا جدا سهله. وهذه صدقوني اللي مجرب جدا سهله، يعني نصيحه بتشوف سهوله غير طبيعيه مقارنه يعني بالخيارات الاخرى الباقيه. لذلك انا احبها جدا للمبتدئين، على الرغم من اني استخدمتها في مشاريع يعني نوعا ما متوسطه الحجم يعني، وكانت جدا رائعه بالنسبه لي. خلوني اوريكم شو اسمه. انا ما اعرف اذا الشاشه الان ظاهره قدامكم بشكل صحيح. واضحه الشاشه؟ ها واضح، ممتاز. فاير بيس ها، لانه انا المفروض يطلع لي من زوم شيء اخضر بس مو طالع لي. اوكي الان ظهر، طيب ممتاز. طيب الان انا طبعا مسجل مسوي لوجن بحسابي حق الايميل. خلوا الان نشوف كيف اننا عندك قدامك هذا المشروع حق الفاير بيس. تروح وين؟ تروح فاير بيس دوت جوجل دوت كوم. خلوني انسخه، خلاص اقول لكم هنا في الشات هذا شو اسمه هذا المشروع، هذا الرابط حق الفاير بيس. اذا انت مسجل بيقول لك جيت ستارتد، تضغط هنا جيت ستارتد. زين، طبعا انا عندي مشروع سابق فبيطلع لي المشروع اللي انا مسويه. اقدر هنا اجي اسوي مشروع جديد. هنا ايش تبغى تسمي المشروع؟ مثلا ابغى اسميه والله شو اسمه انستغرام. اوكي كونتينيو او ماي انستغرام يعني. طيب كونتينيو الان هنا جالس يستعرض لك بعض الاشياء الى اخره. ما تمنا كونتينيو. طبعا ممكن يسالك في الخطوه هذه اذا كانت اول مره، ممكن يسالك انك توافق على بعض الاشياء. في واحده من الخطوات اذا كنت اول مره تسوي ممكن يسالك يقول لك هل توافق او لا. فكونتينيو. بعد كذا هنا يقول لك ايش تبغى الاكونت حق الاناليتكس. كل هذه اشياء يعني عاديه بعدين ممكن نشرحها يعني. كرييت بروجكت. الان جالس يسوي لي البروجكت. اذا في اي مشكله في الشاشه بس احد يكتب لي في الشات يعني ينبهني في الموضوع هذا. تخيلوا الان انه بيسوي لك سيرفر وداتابيز وشو اسمه وهوستنج للويب ويعني اشياء كثيره جدا بضغطه زر. صدقوني اللي منكم يعني اللي جرب قبل شيء ترى رائع جدا جدا صراحه يعني. والله تعذب تجلس ايام عشان تسوي الشيء هذا سابقا يعني قبل الفكره هذه. يسمونها سيرفرلس يعني بدون سيرفر، ما يحتاج تدوخ نفسك بسيرفر ولا اي شيء ثاني. طيب الان هذا مشروعي في 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 شو اسمه في الفاير بيس. المشروع طبعا عندك اشياء كثيره، خدمات كثيره في فاير بيس. عندك داتا بيز، عندك اوثنتيكيشن لوجن يعني وغيرها. عندك لا غير مكلف، هو تبدا مجاني. اللي يسال عن التكلفه هنا طبعا هذه الخطه اللي انا فيها، سبارك بلان، اسمها سبارك بلان اللي يسال عن فلوس. سبارك بلان مجانيه تمام. بعدين عندك خطه ثانيه اسمها بليز اللي هي pay as you go. اظن في خطه ثالثه انا ما ادري اختفت ولا ما هي ظاهره الان، هذه اللي هي تبدا تدفع انت شو اسمه. طبعا هذه ليميتد بس كافيه لك الان، كافيه جدا، تقدر تسوي بروجكت كل شيء وذا ومجانيه. بس لما يكبرون اليوزر طبيعي انك خلاص راح يوقف، يكون في حد، فتجي تاخذ البي از يو جو اللي هي تدفع شو اسمه تدفع على قد الاستخدام. وهذه ميزه ثانيه يعني جاك 1000 يوزر تدفع قيمه 1000 يوزر، جاك الشهر الثاني مليون يوزر تدفع قيمه مليون يوزر. هذه ممتازه جدا للشركات يعني لما يكون عندك شركه من ناحيه التكلفه. طيب الان انا عندي هنا اوثنتيكيشن، عندي داتابيز، عندي ستورج عشان اخزن فيه ملفات زي صور وغيره، عندي هنا الهوستنج لو كنت ابغى ويب، هنا عندي زي ما قلت لكم كود الفانكشنز لو كنت تبغى شويه باك اند خفيفه مره تقدر تسويها هنا، هنا في ماشين ليرنينج واي اي متكامل يعني خدمات متكامله ومسهلينها مره جوجل لك. عندك هنا الاشياء اخرى بنتطرق لها شو اسمه ممكن في محاضرات يعني قادمه.
لكنها مهمة جدا في تطوير التطبيقات Analytics, Quality وغيرها. الآن إيش نحتاج؟ أنا الآن أبغى أضيف عبد المحسن عندي على أساس أني أنا وياه نشتغل على نفس المشروع. تمام؟ راح نشوف الأمان كيف. أنا بروح Project Settings, بروح هنا Users and Permissions, بعد كذا بروح بضيف عندي هنا Add Member, وخلوني أجيب الإيميل حق عبد المحسن. الآن أنا بضيف عبد المحسن, أنا وعبد المحسن بنشتغل على المشروع مع بعض, على مشروع الفايربيس هذا, بحيث أنه يقدر يعني يشتغل معي. إيش الرول حقت عبد المحسن؟ أنا بعطيه رول Owner, لكن أقدر أعطيه Editor, أقدر أعطيه Viewer. Viewer واحد عندك تبغى بس يشوف المشروع بدون ما يقدر يغير أي شيء, سواء بالغلط أو غيره, أو تعطيه رول يعني أكثر دقة. أنا بعطيه Owner عبد المحسن, نفس الرول, نفس الصلاحيات اللي عندي أنا في المشروع. Done, Add Member. الآن عبد المحسن أترك المايك لك. اللي بيسوي عبد المحسن الآن, بس قبل ما نروح مع عبد المحسن, اللي بيسويه الآن أنه بيسوي سيتاب للمشروع حقه اللي تو سواه, اللي حق فلتر, عشان يشبك مع الفايربيس. طبعاً فلتر بيعطيك تطبيق iOS, بيعطيك تطبيق أندرويد, فلازم تسوي سيتاب للiOS زي من هنا. تمام؟ بالضغط على هذا, وريكم الحين عبد المحسن, وتسوي سيت اب للاندرويد بالضغط على هذه عشان تربط تطبيقك مع شو اسمه, مع الفاير بيس زي ما شفنا في هذه. طيب عبد المحسن تفضل. كيف اسوي شير دكتور؟ اسوي شير, وهو بيقول لك شو اسمه, بيقول لك تبغى تبدل الشير, فقول لهم اوكي. مو طالع للأوبشن, خلني أسوي ستوب عشان ممكن أيوة تمام. طالع الشاشة الآن. إيه طبعا أنا جاني إيميل من الدكتور هين وسويت accept الانفيتيشن, دخلنا على المشروع دايركت ماي انستغرام. الحين انا عشان اسوي سيت اب مع فيربيس مع فلتر, عندي اي او اس واندرويد, لازم كلها اسوي لها سيت اب. طيب نبدا في الاي او اس, نضغط على اي او اس هنا, ثم نكتب الدومين كوم دوت اللي كتبناه في اول شيء في المشروع example.instagram2. تمام, ونسوي ريجستر اب. حلو. يجينا اللي هو الجوجل سيرفس داش انفو دوت بلاي ليست, نسوي لها داونلود ملف بلاي ليست عادي. في الاي او اس دقيقة خلني اسوي طلع الاندرويد ستوديو الان. في الاي او اس عشان اسوي سيت اب للفاير بيس, نروح لو نقفل المشروع نلاحظ هنا في فولدر اسمه اي او اس, وفي فولدر هنا اسمه اندرويد. الان في الاي او اس سوي له افتح في الفايندر عندك, تمام, بالشكل هذا, ثم ادخل على اي او اس, ثم ادخل انا اوكي ديسكتوب الآن. ايه ظاهر نعم. فحنا انا سويت بالضبط, سويت ريفيل فايندر, فافتح لي البروجكت في الفايندر, وبشغل الرنر في الاكس كود. تمام, نفتح الرنر, افتح لي اكس كود. جميل, بكل بساطه الان جالسين تشوفون الليميتيشنز حقت ابل, يعني ابل مقفله بشكل قوي جدا, فعشان كذا في بعض الاشياء تضطر انك ترجع لازم للابل مره ثانيه يعني, لكن اشياء قليله جدا. فهذا البلاي ليست حقتي, اهم شيء نفس الاسم اللي انا ظاهرني عندي ثاني, بس اهم شيء الاسم.
تمام بالشكل هذا. انا حذفت لان عندي فايل ثاني وحطه واحد مع الملف. تمام دراج اند دروب جوا الرانر. تمام ثم اطلع لك الويندو هذه اضغط فينش كذا. عبد المحسن دقيقه بس، الملف هذا من وين جبته البي ليست اللي تو حملته؟ من الفاير بيس. إيه لو تفتح تقدر تفتح البراوزر يعني بس توضح من وين تحميله يعني بس عشان يكون طيب. الان واضح يوم جيت سويت سيت اب للمشروع قال لي داونلود كونفيج فايل وحملنا الفايل هذا اللي هو دوت بلاي ليست. طيب من وين جبت الاي او اس بندل؟ اسلم الخطوه الاولى حقت الاي او اس بندل من وين جبتها؟ ايوه هذه ايه ولا ما يحتاج؟ سوينا كريت البروجكت احنا سوينا لا سوينا كريت بروجكت وضفنا شو اسمه ضفنا يوم دخلنا هنا كريت بروجكت ضفنا الاي او اس بندل ID اللي هو الـ ID اللي هو كتبنا اللي هو com.example.instagram2 وعطانا next وحملنا الملف هذا الآن وحطناه في Xcode project جوا runner. تمام خلاص الخطوات الثانية ما نحتاجها في iOS. تمام خلاص المفروض الآن صار الـ configuration المفروض الآن صار الـ configuration صحيح. تمام طيب الان نبدا شغل فايربيس. طيب مو بس كذا ما خلصنا الى الان. نحتاج نحط ديبندنسز للفايربيس جوا فلاتر ابلكيشن. ذكرت في البدايه اللي هو الفايل هذا مو كونفيجريشن زائد ديبندنسز. فهنا شوف هنا في ديبندنسز مضيوفه هنا الفلاتر عباره عن ديبندنسي. فهمت كيف؟ فنضيف الدبليس الثانية. دقيقة كيف سأجيبها؟ طبعاً دبليس اللي الفاير بيس الكور نفسه والفاير بيس أوثنتيكيشن كلايبريز. تمام؟ طبعاً ف ضفت الآن الثنتين بالشكل هذا Firebase underscore core وهنا الفيرجن حقها والFirebase الاوثيتيكيشن هذا آخر فيرجن. تمام بعد ما خلصنا ضفنا الدبديسز هضغط باكج جيت فيحمل الدبديسز الFirebase core والاوثيتيكيشن جوا البروجكت حقي. تمام خلص الآن. فالآن عشان أتأكد أني أموري تمام بس أكتب لو روح مثلا هنا مثلا لو اكتب فايربيس خلاص في عندي فايربيس يوزر. فعرفت اني يعني ضفت الديبندنسيز بشكل صحيح. تمام الديبندنسيز اللي اللايبرريز طبعا اللي لايبرريز عشان دار الكلاينت فلاتر عشان تربطها مع الفايربيس يعني صحيح. طيب الان نسوي الاوثنتيكيشن الان. تمام ف الاوثنتيكيشن انا ابغى اسوي فولدر جديد جوا اللب هنا عشان نفصل تكسير المشروع بس بسميه ريبوزيتوري. تمام ريبوزيتوري يعني اي شيء مع فاير بيس بيكون جوا المجلد هذا. تمام فعندي اول ريبوزيتوري مسميه اوث. طبعا نكتب زي كذا ملفات اوث اندرسكور ريبوزيتوري. تمام الاوث ريبوزيتوري خلاص انا بخليه هو كل الاوثنتيكيشن في فاير بيس موجود في الاوث ريبوزيتوري. طيب انا قاعد فكرت اني اخلي هذا الكلاس سنجلتون على المشروع كامل بحيث اني خلاص وان انسس خلاص سوي لوجين ساين اب ساين ان هما وزي كذا. طيب كيف اخليه سنجلتون الكلاس؟ اول شيء بسوي كلاس سمي اوث ستوري. تمام كيف اخليه سيجلتون؟ طبعا لازم اخلي الكونستراكتر برايفت عشان ما تقدر تسوي منه نيو انستنت. تمام اوث ريبوزيتوري بالطريقه هذه اضغط دوت اندرسكور. تمام اندرسكور دائما
معناتها برايفت في دارت تمام، ونفتح القوسين قفل خلاص. الآن ما تقدر تسوي لو تجي في أي مكان هنا وتحاول تسوي auth repos 3 تمام، ما تقدر. يقول does not have a default constructor تمام. هذا ديزاين باترن اسمه سينجلتون، تسويه بالطريقة هذه. ديزاين باترن مشهور للكونفيجريشن اشياء زي كذا، يعني يكون عندك شيء متوفر في اي مكان في التطبيق حقك او في البرنامج او ايا كان، يعني تكون الكلاس هذه متوفره في اي مكان تقدر تدخل عليها. فانا بسوي سينجلتون ستاتيك فاينل مثلا، مسميه اوث ريبوز 3 نسخه من هذا، اسمي انستنت ايكوال اوث ريبوز 3، واكلم البرايفت كونستراكتور من جوا الكلاس عادي تمام. طيب الان شغل فاير بيس، انا لازم اسوي الفاير بيس اوث، لازم اسوي منه انسس برضه. في عندنا فاينل اسميه فاير بيس اوث تمام، اسميه اندرسكور. اندرسكور معناتها برايفت، ما عندنا احنا برايفت موديفاير، خاص اندرسكور معناتها برايفت. فاير بيس اوث ايكوال فاير بيس اوث من الـ اللي سوينا له سيت اب لللايبرز قبل شوي دوت انسس تمام. فالان جبنا نسخه من فاير بيس اوث. فالان بنسوي ثلاث فانكشنز. الفانكشن الاولى لوجن تمام، ابغى وعندنا ساين اب وعندنا ساين اوت تمام. طيب كل شغلنا هنا طبعا ما هو سيكرنس، كله اي سيكرنس تمام، لانك انت بتسوي ريكوست من التطبيق الفاير بيس ياخذ وقت ثم فكل شغله كنا اسينكرونس. لو تشرح الكود انا مجهز سلايد بالاسينكرونس، بس انت حط الكود تمام زين وخلني انا اشرح بشكل سريع يعني اقدر تسوي كوبي بيست اسرع على اساس بس الوقت يعني اذا عندك. طيب الكود جاهز. طيب دقيقه. طبعا الفكره هنا بس ما دام محسن يجيب الكود، كود يعني نوعا ما ستاندرد الى حد كبير، يعني ما في شيء سبيسيفيك ولا ذا، تقريبا تستخدمه بشكل كامل. عندك هنا فانكشن اسمها ساين ان وذ ايميل اند باسورد، هذه هي الفانكشن اللي تسوي لك ساين ان مع الفاير بيس، تعطيها الايميل تعطيها الباسورد اللي هي سطر رقم 12. شو اسمه الفانكشن دي بتعطيك في النهايه، بتاخذ منها اليوزر اي دي، تعطيك اليوزر اي دي الخاص باليوزر هذا. نفس الشيء الفانكشن اللي تحت، نفس الشيء في ساين اب، في فانكشن اسمها كرييت يوزر وذ ايميل اند باسورد. طبعا اللي جرب يستخدم يعني يسوي اوثنتيكيشن قبل وكذا، الطريقه دي سهله جدا جدا. لو بتسوي اوثنتيكيشن في باستخدام ريست اي بي اي ولا شيء، قد تكون اصعب، يعني في كثير من الاحيان تكون اصعب من هنا. فالاس دي كي حقت الفاير بيس مسهله الامور هذه. فانا مجرد اني اقول ساين ان او كرييت يوزر وذ ايميل اند باسورد، خلاص انا سويت ساين ان. انسى فلاتر الان، هذا كود دارت تمام، بيروح يشبك لك مع الفاير بيس ويجيب لك شو اسمه، او يجيب لك ويسوي الساين والساين ان ويرجع. في حاجه بس هنا، طبعا احنا الان سوينا الكود هذا بمعزل عن الكمبونه الويدجت زين، ممكن تنتقل الوجت عبد المحسن ونشبك الزر مع الكود هذا وبعدين نشوف الاسينك اويت، بس نشرحها بشكل سريع. حلو. فلوجن ساين اب ساين اوت جيت كارنت يوزر تمام. في اللوجن هنا ف طبعا انا لازم اسوي انسس من الاوث ريبوزيتري حقي، فمثلا اجي هنا مثلا. انا برضو ابيك كذا اذا عندك الكود كوبي بيست يكون اسرع صراحه، لانه خلاص احنا بنغلق الحين ساعتين ونص، فقدامنا 5 الى 10 دقائق، فاذا تقدر تسوي كوبي بيست يكون اسرع. و طيب ايه، لان بشرح الفكره الرئيسيه هنا والباقي كله عادي يعني ستاندرد، ما في شيء، ما في مشكلة. الفكره الان بس بدام عبد المحسن شو اسمه يعني يجيب الكود، انا بستخدم خاصيه في زوم ما اعرف اذا تشتغل ولا لا. الاون بريس هنا تمام، لما البوتن هذا ينضغط عليه، هذا الايفنت اللي بيحدث اللي هو اون بريس. لما الايفنت يحدث انت جالس تقول شو اسمه للفاير عفوا للفلتر، تقول له نفذ لي
الكود هذا اللي موجود اللي هو كود اللوجين. تمام، هذا الكود، هذا كود اللوجين زين، نفذ لي اياه في فلتر او نفذ لي كود الساين اب على حسب الزر لما يحدث الاون بريس ايفنت. زين، الكود هذا ايش بيسوي؟ بيروح ينفذ الكود اللي قبل شوي شفناه اللي يشبك مع الفاير بيس ويسوي ساين ان او يسوي ساين اب. فهذا تقريبا شو اسمه الفكره يعني بشكل عام. طيب انا بدي اشرح كيف اجيب الانبوت قبل اللي هو الايميل والباسورد من الفيلدز. تمام، اوكي، ثم ندخل. طبعا عشان اجيب الانبوتس من الايميل والباسورد، فانا احنا دائما شغلنا ستيتلس ويدجت. تمام، ستيتلس ويدجت يعني ويدجت ما لها ستيت، ما لها حاله، يعني بس يو اي، ما في ما في ما في لوجيك في ال... ما في شيء في ال... يتغير في هذا في هذه اليو اي. تمام، في عندنا شيء ثاني اسمه ستيتلس ستيتفول ويدجت. تمام، طبعا عشان بس نستعجل، لو تضغط الت انتر يطلع لك convert to stateful widget. تضغط انتر، بكل بساطه هو سوى login page extend stateful widget. stateful widget فيها function تسوي لها override اسمها create state. فشغلك هذا في اليو اي ما صار stateful stateless widget، صار state. تمام، الستيت اللي قد يعني لو تغيرت حالة معينة يصير رندر لليو اي ذا بشكل كامل. تمام، صار ما ادري اذا الوقت يسفعنا ايش فعلا نشرح الستيت في الويدجت دكتور، ولا نروح اكزامبل حقنا دايركت. شلون نروح الاكزامبل حقنا دايركت ولا اسوي اكزامبل بسيط للستيت في الويدجت؟ لا، افضل على اكزامبل حقنا لان خلاص نحاول نقفل. تمام، يعني قدامنا 7 دقائق كذا، 8 دقائق. تمام، عندي الايميل والباسورد، ابغى كل ما يتغير الايميل تتغير الستيت حقه المشروع. تمام، بحيث اني يعني بس تخزن قيمه الايميل. تمام، فهنا مثلا خلنا بنسخ الكود اللي موجود عندي افضل سوات الوقت. فاللوجن بيج ما يفهم ليش فخلنا ستيت في الويدجت. تمام، مالك من سكابلت كي، فيه خانة ايميل وباسورد. الايميل والباسورد يصير لها ست، وين يصير لها في نفس ال اون تشينج يصير ست ستيت للباسورد والايميل. تمام، هذه في حالة اذا في يو اي معين في الشاشة اذا بيطبع قيمة معينة ان الايميل خطأ ولا الايميل صح. فهمت كيف؟ في فاليديترز موجود في التكست فيلد، بس بشكل عام يعني اذا انت بتراقب قيمه ايميل وتبي ويدجت ثاني مختلف جدا يسوي انتراكت معها، فتستخدم الستيت في الويدجت. يعني كل ما تغيرت الايميل هذه يصير ريبلد لليو اي كامل. تمام، بالقيم الجديده. فانا حفظت الايميل الحين كقيمة كل ما تغيرت. فعندي في اللوجين، تمام، طبعا الكونتكست هنا جاني من في نفس الستيت فيها كونتكست. تمام، فعادي لو اطلع برا السكوب حق البيلد عندي كونتكست. تمام، عشان اسوي نافيجيت. فخلاص استخدمت اللي هو اندرسكور ايميل واندرسكور باسورد اللي صار لها ست من التكست فيلد. وإذا صار اكسبشن هنا معناته في غلط في الاوثنتيكيشن، فمسوي مثل تسوي شو سناك بار تعرض مسج معينه، تعرض في الاكسبشن اي دوت مسج. تمام، ونفس الشيء في الساين اب
وبس. أه تفضل دكتور الحين اشرح اللي اسمه. طيب الان بس لا بس بعيد بشكل سريع الان. الان في سطر 106 الايميل والباسورد هذه اللي حنا راح نرسلها للفاير بيس، من وين جبناها؟ جبناها من التكست بوكس اللي مدخل فيه، اللي يدخل فيه اليوزر الايميل والباسورد. طريقه فلتر عشان تاخذ القيمه اللي موجوده في التكست بوكس هذا زين، لابد انك تستخدم ستيتفول ويدجت. اذا استخدمت ستيتفول ويدجت صرت تقدر تاخذ انبوت من اليوزر. وصحيح اني عبد المحسن يعني المعلومه هذه هذه الفكره. فانا اليوزر اروح للإيميليتر عبد المحسن معليش. ايه الإيميليتر الان شغال، انا يمكن مغطي عليه الكويشنز. شغل الإيميليتر بالله. طيب. ايوه روح الايميل الان واكتب. اوكي الان اليوزر جالس يعطي قيمه. دقيقه الان اليوزر جالس يعطي قيمه. القيمه هذه الان في الكونتينر حق اللوجن، الكونتينر اللي جواه في الفلات. اوكي ايوه حق الايميل، روح الايميل التكست فيلد حق الايميل. ايه هذا انت كتبت ايميل تو صح؟ طيب أدو. عشان بس نربط بين هذول. ايه الان اليوزر جالس يدخل انبوت. طالما اليوزر يدخل انبوت زين، القيمه حقت التكست فيلد هذا جالسه تتغير. فيه لسنر معطيك اياه فلتر اسمه اون تشينج. اوكي كل ما صار تغيير في القيمه هذه يقول لك فلاتر، يقول لك انا كل ما تغيرت قيمه التكست فيلد هذا ابستدعي الميثود اللي انت معطيني اياها. ايش الميثود؟ ظلل الميثود يا شو اسمه عبد المحسن. هذه لا ما هي بالباسورد، الايميل معلش. الميثود حقت الايميل اللي هو الكول باك، ليس لا الميثود فقط، الكول باك فقط من القوس حق الفاليو. طيب هنا ايه ظللها. طيب. من النقطتين ايوه، لا من الفاليو، من الفاليو الى تحت. هذه بالضبط الكول باك بالضبط كاملة يعني. من النقطتين الكولن لين القوس، لو تظللها بالله بس عشان يكون واضح بالضبط. اي فوق برضو ورق فوق لين تشينج. اوكي بدون تشينج. هذه الكول باك. هذه الان فلتر ايش يقول؟ يقول اذا تغير التكست بوكس قيمته انا بستدعي الميثود ذي، حط فيها اللي تبغاه انا بستدعيها لك. هذا الشيء الاول اللي يسويه اللي هي الايفنت هاندلر. الشيء الثاني فلتر يقول لك اذا تبغاني احتفظ لك قيمه مرتبطه بالوجت زين، استخدم ميثود اسمها سيت ستيت. جايه جاهزه لك، جايه جاهزه لك لانك مستخدم ستيت في الوجت. فانت تجي تقول سيت ستيت، بعدين تجي تقول له الايميل تمام يكون ياخذ فاليو. ايش فاليو هذه؟ فاليو اللي هي القيمه اللي موجوده في التكست بوكس. هذه مهمه جدا تفهمونها. اذا فهمتوها فهمتوا كيف الستيتفول ويدجت يشتغل. وغريبه شوي هي مقارنه باللي متعود على لغات برمجه اخرى. انا عندي تمام؟ بس شيء بسيط عشان يتضح الصوره. وهنا حطيت ايميل تمام، القيمه هذه في الهند في الباسورد تمام، وسيفت الان شغلت المشروع الان. لكن متى المفروض كل ما اغير الايميل يتغير الهند حق الباسورد؟ نعم فساروا لينك مع بعض. فالان خليه يشتغل بس. بيطول عشان يضفت الكونفيجريشن. لا كويس خلص بسرعه ما شاء الله، بعده ياخذ وقت شوي البود انستول. خلص البلد؟ نعم. الحين المفروض إذا جيت أكتب شيء شفت الإيميل نحفظ في ستيت فوق، والستيت تبني الوجت من جديد. كل ما تغيرت واحدة من الستيت يبني البلد يبني لا في شيء البلد. لا دقيقة ارجع فوق ارجع فوق. ما النقطة دي كثير ما يفهمونها أنا أعرف، لأن في الرياكت موجودة. كل ما يتغير قيمة إيميل كل حرف
البلد تشتغل كاملة من أولها لآخرها. صحيح. أوكي؟ هذا شيء مهم جدا في فلتر وهو موجود في رياكت وغير موجود في كثير من اللغات الأخرى اللي متعودة على لغات أخرى سابقة. كل تغيير في حرف واحد في الإيميل تخيل أنه يعيد رسم الجزء هذا اللي هو بلد، تمام؟ ينفذ بلد كاملة، يعيد رسم الشاشة كلها قدامك، أنت ما تحس فيها طبعاً لأنه يعيدها بشكل ذكي جداً، تمام؟ طريق الرسم هذه على أساس أنه ما تحس فيها. لكن هذه نقطة جداً جداً مهمة في stateful widget. فأنت جالس تحفظ من الانبوت اللي يجيك من اليوزر، جالس تحفظه في state اللي هي الإيميل والباسورد هنا اللي قدامكم، وبعد كده جالس تقول له اعرض لي state الجزئية حقت الإيميل في المكان هذا. فهذا باختصار الفكرة. حنا تحت إيش سوينا في آخر شيء في اللوجن يعني اللي نختم فيها هذه، انزل اللوجن تحت عبد المحسن. أيوة، قلنا له عطنا الإيميل والباسورد اللي من الستيت جاية. أوكي، لا تعرضها لنا في الباسورد يعني، هذه كنا بس نوريكم. لا، عطنا إياها، عطني قيمة الإيميل وعطني قيمة الباسورد وأرسلها لل شو اسمه لوجن في الريبوزيتوري. صحيح، تمام. اي باستخدام الميثود السهله اللي عطتنا اياها الفاير بيس اس دي كي اللي هي ساين ان وذ ايميل اند باسورد او ساين اب وذ ايميل اند باسورد. بس مجرد انك تسوي هذه اوتوماتيكلي يتكلم مع فاير بيس ويسوي لك ساين ان او يسوي لك شو اسمه ساين اب. الشيء الاخير بس اللي نختم فيه، احنا هنا استخدمنا كلمه اويت. اوكي، واستخدمنا فوق أسينك. في بشرح لكم بشكل سريع جدا إيش الأسينك أويت هذه. مفهوم مو بسهل مرة بس بحاول أشرحه. أول شيء قاعدة، أي ميثود تستخدم جواها أويت لابد الميثود تكون قدامها أسينك، تمام؟ فاللوجن كتبنا قدامها أسينك، ليش؟ لأن استخدمنا جواها أويت. واضح؟ أي ميثود هي أسينك لابد تستدعيها بأويت. يعني اللوجن الثانية، تمام، اللي كتبناها بالملف الثاني اللي قدامكم استدعيناها هنا، لا ياريت أشر عليها بالمحسن بس عشان يكون واضح. اللوجن اللي بسطر، لا مي هذه الفوق الثانية، أيوة اللوجن هذه الآن عشان نستدعيها لأنها أسينك لابد نكتب قدامها أويت. هذه قاعدة مهمة جدا أنكم يعني الجميع ينتبه لها. اي ميثود اسينك لابد تكتب قدامها اويت لما تستدعيها، واي ميثود جواها اويت لابد الميثود نفسها تكون اسينك. وهكذا تبدا تدخل من ميثود بميثود بميثود، كل يعني تبني اسينك اويت. ايش الفائده منها؟ الفائده منها خلوني اوريكم اياها، انا حطيتها في سلايد بشكل سريع. هذه الاسينك اويت، ايش الفائده من هذه من الاسينك اويت؟ واضح السلايد قدامكم؟ واضح عبد المحسن السلايد؟ اي واضح. اوكي، ممتاز. اوكي، الان الفائده منها طبعا سرعه التنفيذ، هذا الفائدة الرئيسية والأساسية. اللي يسأل قبل شوي يقول أنا لو استخدمت ديزاين باترن يصير برنامجي سريع ولا غير سريع؟ لا، ديزاين باترنز ما تسرع لك البرنامج، لكن أشياء زي أسينك أويت هي اللي تسرع لك التطبيق حقك. أوكي، الآن لما يجي يتنفذ الكود، في كود يستهلك سي بي يو وفي كود يستهلك ما يستهلك سي بي يو. قدامنا حنا على اليسار كود يتنفذ، تمام، بعد كذا كود يتنفذ شوي، بعد كذا نجي نسوي فلتر للإيمج زي الانستغرام. انستغرام دائما يسوي فلتر للإيمج. أوكي، لما يجي انستغرام يسوي فلتر للإيمج يعني يغير شكلها أو شيء زي كذا، هذا شيء يستهلك سي بي يو كثير، فلازم إنك توقف أنت الثريد. أوكي، عشان تخلي كل السي بي يو جالسة تشتغل في الفلتر حق الإيمج. بعد كذا إذا خلصت مسوي الفلتر ترجع مرة ثانية تكمل لك الشغل السي بي يو. هذا في حالة إنه شيء يستهلك سي بي يو. لو عندي شيء input output ما يستهلك سي بي يو، ما يستهلك معالج، يعني الشيء هذا انا جيت سويت ريكوست من فاير بيس، قلت له فاير بيس انا عندي اليوزر الايميل هذا والباسورد، هل هذا الشخص اقدر اسوي له لوجن او لا؟ على ما بالي يروح الطلب لمسيرفرات جوجل ويرجع لك الجواب، هذه يعني تعتبر قرن
يعني وقت طويل جدا مقارنة بالوقت اللي تستغرقه السي بي يو عشان تنفذ. فيقول لك حرام توقف السي بي يو طول الوقت هذا تنتظر جواب من السيرفر input output، سواء جواب يعني من السيرفر او تبغى تفتح فايل. المهم يقول لك ايش الـ ايش الـ ايش تسوي؟ تسوي بالطريقه هذه باستخدام async await. اذا عندك تجي ترسل الطلب تمام، التاسك كذا الطابور جالس يرسل طلبات، تقول له امسك بالله طلب هذا روح وده فاير بيس، اذا رجعت علمني. ايش كيف تقول له اذا رجعت علمني؟ تحط await. اوكي الان السي بي يو المعالج خلاص اوتوماتيكلي بيكمل الشغل، ينسى الطلب هذا، ينتظر الين يجي الرد. اذا جاء الرد يبي ينبه تطبيقك يقول لك بالمناسبه ترى جاك رد من الفاير بيس. طبعا هذه العمليه عشان من ارسال الطلب الين يجيك الرد تستغرق يمكن 50 100 ملي سكند على حسب الديلي الموجود. ال 100 ملي سكند المعالج ممكن ينفذ فيها يعني مليار عمليه او شيء زي كذا، يعني ينفذ عدد هائل من العمليات على ما بال الطلب يروح يجي. عشان كذا ما تبغى أن توقف المعالج بسبب طلب رايح للنتورك رايح للشبكة. عشان كذا احنا نستخدم الاسينك اويت. هذه فائدة الاسينك اويت. لو نرجع للكود يا عبد المحسن عشان نبه ايش الخطأ اللي كثير من الناس يقعون فيه في الـ في الـ في الاسينك اويت، واتمنى انكم تفهمون ليش هذا شو اسمه. بس انا بنبه بنقطة بس بسيطة. لا طبعا انا كان كاكزامبل اني اخليها هذه ستيتفول، ولا الايميل والباسورد يعني ما يحتاج انك كل ما تتغير القيمه تحدث اليو اي كامل. بس انا حبيت اني اخليها ستيتفول ويدجت بس عشان احط الاكزامبل حق الايميل مع الباسورد فقط. طيب روح للايميل، روح لللوجن، شيل الاويت. ايش معنى نشيل الاويت هنا؟ لما تشيل الاويت هنا طبعا هو اعطاك ايرور لانه لازم تاخذ اليو اي دي واليو اي دي فيوتشر، اعتقد هذا الايرور سببها. لكن ايش معنى لو تشيل اليو اي دي والسترينج يا عبد المحسن؟ خلينا نجرب نشوف. طيب اي الان كثير ناس يقعون بالخطا هذا، يستدعي ميثود والميثود اسينكرونس ميثود ما هي بسينكرونس، يعني ميثود اسينك يستدعيها. الان ايش كيف بتتنفذ؟ وانتبه معي كيف بيتنفذ الكود حقك. بتنفذ سطر 105 بعد كده بتنفذ سطر 106. لما يتنفذ سطر 106 يروح يقول للفاير بيس بالله يشيكي هل هذا الايميل والباسورد اقدر اسوي له لوجن او لا. بعدين ما ينتظرها، يكمل ينفذ سطر 107 اوتوماتيك بدون ما ينتظر الرد، لانه اسينك اويت، ما حطيت اويت انت، ما قلت له انتظر الرد. اوكي الان نفذ. خلينا نشوف يا عبد المحسن هل اللوجن بتشتغل ولا ما تشتغل، ولا اي واحد يقدر يسوي لوجن حتى لو ما سجل حتى لو ما سوى اي شيء. بس انا انبهكم الخطا هذا شفته كثير مره ومن مبرمجين حتى شوي يعني محترفين، والاشكاليه انه مو بس انه يخطي ولا يعرف ليش مخطي، يجي البق ما يعرف ليش، مو بفاهم ايش الفكره. اذا فهمت السلايد اللي تو انا وريتك اياه ايش فائده اسينك اويت وفهمت القاعده اللي انا اعطيتك اياها بإذن الله ما راح تقع بالخطأ هذا. لكن أنا أشوفه كثير بالجافا سكريبت، والجافا سكريبت شبيهة بالفلتر من الناحية هذه، ولأني أشوف ناس كثير يخطون فيه فما أبغاكم تخطون فيه يعني في هذه. ونختم فيه يعني آخر شيء. طيب البلد دان الحين لو ضغط لوجن حتى ما في ايميل باسورد شو ايش بيصير؟ اي مع انه اعطانا اكسبشن قال لنا رونج باسورد انفاليد الباسورد، مع ذلك وداني للواجهه اللي بعدها. لا ما شفنا عبد المحسن ترى اظن ما طلع عليه، ما ادري انا ما شفت السيميليتر، ما اعرف شفته السيميليتر ولا لا، ما في مشكله ان شاء الله مره ثانيه. ايه الحين دخلنا الان فسويت لوجن على طول. انا ما اشوف السيميليتر، ما اشوف السيميليتر. دقيقه اجل سوي شير ديسكتوب. ايه بس عشان نقنعهم بالخطا هذا
يعني اللي الحين طالع يبغى سكيورتي، اللي يبغى يشتغل سايبر سكيورتي، ها عندك خطا هذا تلقاه بعض المرات، يمكن كثير مره بس يمكن في اكثر مع الفلاتر ومع الرياكت. فاذا انت سايبر سكيورتي دور الاخطاء هذه ويعني تصير تنبه عليها الناس. طالع اوكي سوي لوجن بدون يوزر بدون باسورد بدون اي شيء، يعني دخل مباشره، خطا فادح من الديفلوبر. وكثير مو فاهمين الخطا، هنا المصيبه انه كثير مو فاهم ليش الخطا هذا يحصل. طبعا انا اوريكم الخطا بشكل سهل جدا، لكن في اماكن معينه يحدث فيها الخطا بشكل خفي، ما يعني ما ينتبهوا له كثير من الناس. فلازم تفهم ايش معنى اسينك وايش معنى اويت وليش الاسينك اويت، زي ما وريتك تو في السلايد ايش فائدتها اصلا عشان تسرع العمل. طبعا طبعا انا احنا الحين هنا نسوي ريكوست واحد فقط، نسأل هل اليوزر نيم والباسورد صحيح ولا لا. لكن بنشوف إن شاء الله لما نجيب البوست التايم لاين بتبدأ تسوي ريكوستات كثيرة، يعني كل بوست تسوي عليها كويري على الداتابيز بالفيربيس، فبترسل تقول فيربيس عطيني البوست كلها، عطيني البوست هذه، عطيني هذه، عطيني هذه، عطيني هذه. مو معقول ترسل تقول عطيني هذه تنتظر لين تخلص بعدين ترجع تعرضها بعدين مرة ثانية ترسل تقول عطيني اللي بعدها، لا ترسلها كلها حبة واحدة مع بعض وتنتظرها كلها ترجع لك. فهذه لما تصير مع بعض تشتغل يكون الكود سريع جدا، وهذه ما تقدر تسويها الا اذا كان عندك امكانيات اسينك اويت اللي موجوده في فلاتر. وصدقني بدون اسينك اويت لو بتسويها بالطرق القديمه بتتعب كثير، لاني انا شفتها في جافا سكريبت بطريقه باستخدام البروميسز قديما، وكانوا كثير من الناس يلخبطون هذيك، يعني كانت فهمها يمكن 50% من الناس مو فاهمينها. اسينك اويت يعني على الاقل 80 ل 90% من الناس يفهمونها ويفهمون كيف تعمل. عموما نختم بالشيء، طولنا صراحة أكثر من المتوقع. الله يعطيه العافية عبد المحسن، يعني الله يعافيك والله، دخل في كل شيء في الـ في الـ في اليو آي زي ما تشوف. يعني ما أتوقع إنه تفهم كل شيء من المحاضرة هذه، لو كان عندك خبرة طبعا سابقة، خصوصا لو كنت اشتغلت رياكت وكذا، في أمور كثيرة بتكون سهلة عليك، يعني ما فيها صعوبة. لكن لو ما عندك خبرة يمكن ما تتضح لك. طبعا اليو آي فيها components أو widgets كثيرة جدا، فيبغى لك تتعلمها مع الممارسة والمتابعة. وإن شاء الله يكون في محاضرة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم، ونحاول نضبط الوقت بشكل أفضل عشان نشوف التايملاين اللي ما شفناه إلى الآن، كيف نربط مع داتابيز ونسوي وستورج ونسوي ريكوست كويري على الداتابيز الاستعلام ويرجعنا النتيجة، أو نسوي ريكوست طلب صورة ترجع لنا الصورة نعرضها. فهذا ما شفناه، ان شاء الله بنشوف المحاضره الجايه، وبرضه نشوف يمكن اشياء اكثر تعقيد في اليو اي، يعني اكثر شو اسمه ريتش اكثر. انا حطيت جروب التليجرام، اي الناس اللي واجهوا مشاكل في تركيب السيميليتر او الايميليتر، تركيب الاكس كود، تركيب الاندرويد ستوديو، كل البرامج هذه اللي واجه فيها مشاكل، الله يعافيكم. طيب تبغى الرابط؟ أبشر نعطيكم الرابط الآن، بس يا ليت يكون في تعاون بين الجميع. أنا صراحة أعتذر منكم، يعني ما عندي الوقت الكافي أن يرد على الجميع، ولا أعتقد عبد المحسن، كلنا عندنا وظائف يعني وفول تايم وعندنا طلاب ومحاضرات، أنا عندي طلابي وعندي كذا، لكن ما أقدر أجاوب. فالتعاون من الجميع، اللي يعرف يجاوب في الـ في الـ في الـ في الـ في التليجرام مشكورا. خلوني أشوف الكود. نعم الكود بيجيكم بإذن الله. إيه بيجي. تقدر تعطينا الجيت هاب من هنا عبد المحسن الآن إذا في إمكانية؟ طيب دقيقة. أبشير الآن الجروب هذه. هذه جروب التليجرام، تمام؟ لا الجيت هاب هو موقع من مايكروسوفت لمشاركة الأكواد، اللي يسأل عن الجيت هاب. وإذا أنت مبرمج ضروري جدا ومهم جدا تعرف كيف الجيت هاب يشتغل. الجيت هاب هو الفيسبوك حق المبرمجين بكل اختصار، تمام؟ اللي ما يعرف الجيت هاب، الجيت هاب هو الفيسبوك حق المبرمجين، زين؟ أو الانستغرام حق المبرمجين، ما أعرف يعني وش تبغى يعني تسميه. فنصيحة نصيحة جدا جدا جدا، اهتم انك تفهم ايش الجيت هاب وكيف يشتغل الجيت هاب. فبنحط الرابط، روح وشوف وحاول انك اتعب انك كيف تفهم كيف تجيب المشروع من الجيت هاب على جهازك وتشغله.
الفيو نعم اعتقد ان الفيو انا اعرف رياكت ما اعرف فيو صراحه. اعتقد انه الفيو شبيهه بفلتر. ما اعرف والله ايش ايش تقصد بلوك هنا. بلوك سيت مانجمنت فيه فيه زي البروفايد زي البروفايد هي بزنس لوجيك كنترول معناتها يبان لها محاضرة لحالها يعني. طيب اي صحيح السيت مانجمنت فيها نعم نعم المحاضرة مسجلة الله يعطي العافية مندر مسجلها ان شاء الله انه شو اسمه نرفعها عاد بنشوف يعني ساعتين ونص ما راح تكون صغيرة بنشوف كيف نرفعها. تشرح الستيت مانجمنت البلوك في فلاتر بيطول الموضوع لكن لا انا حطيت الان حطيت الجيت هاب الان على تمام هذا رابط الجيت هاب الحين نحطه لكم في التليجرام او اذا واحد يقدر يتبرع ينسخه للتليجرام لان ما عندي تليجرام على الديسكتوب للاسف فاذا واحد منكم يقدر مشكورا ينسخه في التليجرام يكون الله يعطيك العافيه يا عبد الله عبد العزيز عفوا. طيب نعم لكل من يسأل هل المحاضرة مسجلة؟ نعم بإذن الله مسجلة. تجربة أنا أول مرة أجرب زوم ويبنار ما أعرف يعني إن شاء الله أن التسجيل ماشي تمام نقول إن شاء الله. المحاضرة جاي نحاول نكون الأحد الجاي يعني مدة ساعتين ولعلكم تكونوا جاهزين أكثر برضه للمحاضرة القادمة تكونوا جهزتوا وكذا تعرفتوا يعني على الموضوع الآن فنحاول الأحد نشوف إن شاء الله ونشوف بندر برضو أخونا بندر يعني الله يعطيه العافية تبرع شو اسمه بالبرودكاست فإن شاء الله إنه يكون في إمكانية الأسبوع القادم. ربط أيدي المستخدم مع أيدي البوستات بنعطيك إن شاء الله. نعم نعم أبدخل أنا في قضية كيف إنك تضبط الفايربيس داتابيز الفاير ستور داتابيز كيف تسوي لها ستراكشر وسكيما وكذا بندخل فيها إن شاء الله بإذن الله. البطء الشرح والله أنا... زي ما أنت شايف إحنا جلسنا ساعتين ونص الآن وحنا أنا والله... لا بس أنا المعدة والله أنا يعني ما لي خبرة كثيرة بالتقديم يعني ف لا بالعكس كان بطيء يا عبد المحسن ترى بالعكس كان بطيء انا بالنسبه لي اعتبره بس انا قاعده دائما الشرح كان جدا ممتاز والله بطيء ومره يعني مفهوم الى حد كبير بالعكس انا احاول ادفك تسرع شوي زين فش اسمه اللي قال لي انا اعرف انه الشخص اللي اول مره يشوف الموضوع نعم بيحس انه شوي بطيء بيحس انه شوي سريع عليه طبيعي جدا يعني خصوصا لما تكون واحد مستجد على البرمجه او شيء زي كذا صعب جدا. انا اشرح الطلاب دائم استيعاب الطلاب بيختلف في واحد يصير شارب قهوه ومضبط اموره وصاحي فيستوعب بسرعه واحد جاي دايخ ما يستوعب بسرعه يعني الامور تختلف يعني بين شخص وشخص فاحنا نحاول نوازن. الفيديو ان شاء الله بيصير موجود تقدر تعيده باي وقت تقدر ترجع له في يوتيوب وتجرب يعني الاشياء اللي موجوده وعندنا تليجرام الجروب الاسئله والاجوبه. هل فلتر خاص بالواجهات فقط؟ نعم هو فلتر هو فريم ورك لليو اي يسمح لك انك تسوي تطبيق على الاي او اس والاندرويد والويب واظنهم جالسين يضيفون يعني بنفس الكود فهو فريم ورك لليو اي. لاحظ ان لما جينا نشبك مع الفاير بيس جبنا لايبراري بلغه دارت ما لها دخل ابدا بفلتر و قمنا نستخدم اللايبراري وكتبنا كود دارت اللي كان في الريبوزيتوري فكنا ما بين الدارت وما بين الاس دي كي حقت الفاير بيس ما دخلنا في فلتر نهائيا لما جينا نكتب الكود اللي يسوي لوجن وساين اب. هذا سؤال شو اسمه اللي يسال عن الفلتر ما لمس فلتر جاء فقط لما جت اليو اي اللي متعود على رياكت او فيو شيء شبيه فيه. البزنس لوجيك بيكون فيه لا ما صار فيه هو المشروع نفسه لازم تسوي له ستراكشر مشروع التطبيق حق فلتر لازم تسوي له ستراكشر يعني شو اسمه معين ولكن مو فلتر اس دي كي نفسه.
اوكي. في بعض البيئات للتطوير يجي يفرض عليك ستراكشر معين، مو معناته انه لما يفرض عليك ستراكشر انه هو يخدم كل الاشياء الموجوده في الستراكشر هذا، لكن هو يفرض يقول لازم مشروعك يتبع الستراكشر هذا بنفس الفولدرات الموجوده هذه، تمام، وانا بخدمك في جزئيه معينه، الباقي الجزئيات الباقي هذه يدور احد ثاني يخدمك فيها، بس لازم يكون الستراكشر نفسه. فهذه تقريبا فلتر يتبع الفكره هذه. فلتر مع ماي سيكوال، والله ما ادري، بس شو اسمه، الفرق انه فايربيس بيئه متكامله، يعني فيها سيرفر، فيها داتابيز، في اشياء كثيره. الماي سيكوال لا تساوي الفايربيس، مو معناته انه الماي سيكوال اسوأ يعني او شيء، لا، بس هم شيئين مختلفين. يعني فايربيس بيئه متكامله، الماي سيكوال جزء فقط يمثل الداتابيز. وكاتب فلتر اديتور، عفوا، فلتر مع فايربيس، واخطا في البدايه، فلتر مع ماي سيكوال قصدي. ايه، الماي سيكوال، الماي سيكوال لا تساوي فايربيس. إيه. انا ما بقول لك انك ما تقدر تربط فلتر مع 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 ماي سيكوال، اوكي، ماي سيكوال لوكال. ممكن تربطها يعني عادي، نعم، بس انه الفرق بتشوف ان شاء الله مع الفاير بيس ايش اقصد. انا في جزئيه ان ماي اسكيل از داتابيز، بس داتابيز فقط لوحدها. فاير بيس لا، فيها اوثنتيكيشن، فيها بيرميشنز، فيها داتابيز، فيها اناليتكس، فيها ماشين ليرنينج، في اشياء كثيره مع بعض كذا مجموعه بشكل ابدعوا فيه جوجل. فما اقدر اقول لك انها نفس ماي اسكيل، ما اقدر ابدا. هي صحيح فيها جزئيه اسمها فاير ستور، هي عباره عن داتابيز، يعني مقابله تقدر تقول اقدر اقارنها لك بالماي اسكيول، وان كانت هي مختلفه عن الماي اسكيول. سيكوال لايت، اوكي السيكوال لايت لوكال داتابيز برضو، يعني الاس دي كي حقت فاير بيس تقدر تقارنها بالسيكوال لايت. الاس دي كي حقت فاير بيس، وليش الفاير بيس، فاير بيس فيها اس دي كي، والاس دي كي هذه تسمح لك تربط التطبيق بالفاير بيس نفسها. فأنا ما اعرف اذا نقدر نحط الفيديو، يمكن، او ما ادري اذا تشوفون الفيديو، يعني تشوفوني انا اشرح يعني على اساس بس يكون يمكن اوضح. طيب ارجوك ان تناقش النوتيفيكيشن مع فاير بيس. والله نحاول، ممكن نجرب الاسبوع الجاي او محاضره يعني بعدها، شو اسمه، نشوف. طبعا اللي ما الفاير بيس اشتهرت بشكل كبير بالذات في النوتيفيكيشن، بالذات يعني في البوش نوتيفيكيشن. اللي ما يعرف البوش نوتيفيكيشن، اللي هي لما يكون عندك تطبيق ويبدا يجيك نوتيفيكيشن، هذه يسمونها البوش نوتيفيكيشن. فالفاير بيس تسهل لك بشكل كبير عمل البوش نوتيفيكيشن. في كثير من الناس من بدايات الفاير بيس كانوا يشبكون على الفاير بيس فقط عشان يسوي بوش نوتيفيكيشن، لانه مجانا وسريعه يعني فيها ميزات كثيره مره، اللي هي استخدام FCM. ما بقطعك يا دكتور، بس الان اجباري اذا انك تسوي مثلا نيتف اندرويد ابلكيشن، او كنت تستخدم الجي سي ام اللي هو جوجل كلاود مسجنج، لا الان صار ديبريكيتد الجي سي ام اجباريا على الفاير بيس. فاير بيس اللي هي اف تي ام، صح؟ اف تي ام، فاير بيس كلاود مسجنج. صحيح. فشو اسمه، طيب ايش الفرق بين ريل تايم وفاير ستور؟ كل واحده منها داتابيز مختلفه، كل واحده لها طريقه مختلفه كداتابيز. ان شاء الله الاسبوع الجاي بنشوف الفاير ستور. انا الريل تايم ما انصح انك تستخدمها الا في حالات يعني قليله. تشات، نعم، يعني اكثر شيء تشات يستخدمونها الناس. فيه باك اند في دارت لغه برمجه، لغه برمجه اسمها تورينج كومبليت بروجرامينج لانجويج. اذا قلنا انه في لغه برمجه تورينج كومبليت، اذا وصفنا لغه البرمجه وقلنا ان لغه البرمجه هذه هي تورينج كومبليت بروجرامينج لانجويج، معناته تقدر تكتب فيها اللي تبغاه. اي برنامج تكتبه في بايثون اللي هي تورينج كومبليت، تقدر تكتبه بجافا اللي هي تورينج كومبليت، تقدر تكتبه بدارت اللي هي تورينج كومبليت، بس ما تقدر تكتبه ب HTML لان ما هي تورينج كومبليت، تمام. فهل تقدر تكتب باك اند بدارت؟ نعم. هل دارت في دعم لها كباك اند؟ والله ما اعرف صراحه. ما تعرف يا عبد المحسن؟
لا والله ما قد صراحة جربت. ما اعرف والله. ف ممكن بس ممكن يصير بعدين في انجولار دارت، بتلقى كل شيء، بتلقى الاوبن سورس دائما يتفرع، يبدا يتفرع، فدارت اوبن سورس ومجانيه، فبتلقى ناس يسوون فيها. انا قريت عن شخص فاتورته فير بيس 37,000 دولار في خلال يومين بسبب خطأ بسيط منه. طيب نعم، هذه كثير من الناس سألوني عنها وتكلموا عنها، انا شرحتها في تويتر سابقا في تغريدات عن فير بيس. لما تستخدم الكلاود فانكشن، لما تستخدم كلاود فانكشن اللي هي الباك اند البسيطه وتخليها تريجر بيست وما تنتبه، ممكن يصير معك خطأ انفينيت لوب. والفاير بيس على تستخدم الانفراستراكشر حقت جوجل، ومعدل فاير بيس بحيث انك انت كستارت اب تبدا مشروعك وبعد كذا مشروعك هذا اللي يخدم 10 يوزرز، لما ستارت اب حقك تبدا تنمو بشكل سريع جدا زي كثير من الستارت ابز اللي ناس الشركات الكبرى اللي كانت ستارت اب زي فيسبوك وانستغرام وغيرهم، نمو خيالي يعني سريع جدا. لما الستارت اب حقك تنمو بشكل سريع جدا تحتاج بلاتفورم تتوسع بشكل سريع مره. فهي جمعت بين ميزه انها بسيطه جدا للمبتدئ وميزه انها تتوسع بشكل سريع. لكن هذا له ضريبه، التوسع السريع ده، انه لو انك اخطيت في الكود وخليته يشتغل كانه يعني صار في انفينيت لوب، جوجل بياخذون وقت كذا الين يصيدون الانفينيت لوب دي، الين ينتبهون انه في شيء غلط، مو موقعك هذا. من انك تبدا الانفينيت لوب لين يصيدونها، نعم تدفع قيمه شو اسمه الموضوع هذا. هل يحصل؟ نادر جدا يعني في مئات الالاف يمكن من المشاريع تستخدم فير بيس. تسمع انت عن الموضوع هذا، مشروعين ثلاثه اربعه يعني، ف يعني نادر، خطا ممكن يحصل. الفرق انك لما تستخدم الباك اند العاديه سيرفر العادي، انك عندك سيرفر مستاجر بمبلغ معين، مجرد انك توصل كباسيتي حق السيرفر هذا خلاص السيرفر نفسه يقفل، ما عاد يستقبل، يطيح موقعك، بس ما تدفع فلوس زياده. في فاير بيس لا، لانهم هم يقولون اوكي احنا ما ندري، يمكن انت جاك يوزر زياده فقمنا وسعنا اوتوماتيك. فميزه التوسع السريع الاوتوماتيك هي اللي تخلي يصير شو اسمه يصير الشيء هذا. ان شاء الله اني جاوبتك يعني بشكل صحيح. اعتقد على ما اعتقد ان فاير بيس نوتيفيكيشن تظهر لليوزر اذا كان كونكتد بالانترنت. فاير بيس نوتيفيكيشن بوش نوتيفيكيشن، يعني عباره عن بلاتفورم تسمح لك ترسل بوش نوتيفيكيشن للجوال. فطبيعي ان بوش نوتيفيكيشن ما يوصل للجوال الا اذا كان الجوال شابك على الانترنت. اذا الجوال مو شابك على الانترنت، زي تقول واحد مفصول عن البرج بالبر ما وصله اس ام اس مسج، طبيعي انت ما انت عند برج معين عشان توصلك رساله نصيه الاس ام اس. فنفس الفكره هنا، ما في شيء يعني خاص بالفاير بيس اني اعمل كيو للنوتيفيكيشن بحيث تظهر اليوزر كله اول ما يتصل بالانترنت. انا اعتقد انك اذا ارسلت البوش نوتيفيكيشن هي اوتوماتيك تسوي كيو من نفسها، ما ادري صححني عبد المحسن، بس اظن كذا رسالة بوش نوتيفيكيشن هي يصير لها كيو ينتظر لين اليوزر يشبك ويرسلها على طول. ايه المفروض. نعم. تنفع فاير بيس التطبيقات لا. نعم صحيح، انا تكلمت عن الشيء هذا، قلت لك بتسوي متجر لا تسوي فاير بيس. اوكي، ف نعم مو كل التطبيقات في بديل الفاير بيس. فيه انا جالس اشوف دعايه الان مشروع اسمه فاونا او فونا، ما جربته ما شفته، طلع لي بتويتر كذا مره دخلته فاكتشفت انه شيء شبيه بالفاير بيس. ما اعرف مين الشركه، ما اعرف اي شيء، لكنه شبيه بالفاير بيس. مونجو دي بي عندهم محاوله سابقا تكلمت عنها في تويتر شبيهه بالفاير بيس برضه، اللي يسمونها سيرفرلس، يعني هذه كلها نقدر نقول انها سيرفرلس بدون سيرفر وبدون باك اند برضه، يعني تجمع كلها ثنتين. شو اسمه، فهذه بدلة، لكن صراحة فاير بيس متفوق عليهم بشكل كبير يعني خدماتها دعمها. ولا جربت ولا ثانية. الميزة الوحيدة للمانجو دي بي ان مانجو دي بي كداتا بيس افضل من فاير ستور في وجهة نظري، لكنها تبقى داتا بيس فقط وليست مجموعة خدمات متكاملة حقت فاير بيس.
ما في شيء طاح سوقه. ماي سيكول لها سوقها ومونجو دي بي لها سوقها وكل واحدة لها استخدامها يعني. فما في، لا تنسى ان في شركات كثيرة. شوف لما تبني كود باستخدام لغة معينة او باستخدام تقنية معينة وتمشي شوي فترة، يعني مثلا خلينا نقول انك خدت سنة ونص سنتين وانت تبني باستخدام التقنية هذه، ترى التغيير جدا 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 صعب. تمام، جدا صعب التغيير بين التقنيات. ما زالت البنوك مثلا تستخدم تقنيات قديمة ما عمرك سمعت فيها أبد، يعني مثلا تستخدم مين فريم، ما عمرك راح تسمع مين فريم يعني لها يمكن 40 50 سنة المين فريم، ما زالوا يستخدمونه. صعب جدا، مكلف عليك جدا تغير، وخطير، واللي كاتب الكود يمكنه مات أصلا. يلا عاد كيف كيف تكتب كود مشابه له؟ يعني التقنيات اللي تشتر بشكل قوي جدا زي ماي سيكوال، زي مونجو دي بي، زي الآن فاير بيس، ما تموت بسهولة، تبقى يعني موجودة، يخف شوي استخدامها بس تبقى موجودة. نفس الشيء لغات البرمجة. طيب أوكي، شو اسمه، في مطالبات بالتوقف. طيب يبغى يتعشى. طيب ممكن انك تربطه مع ماي سيكو ولا تربطه مع مونجو دي بي، في خيارات كثيرة صراحة. نختم نشوف هنا، كثير يقول لا تثق في جوجل، يعني لا تثق في اي شركة، دائما ضريبة التقنيات شو اسمه، ميزة الفلتر والفلتر ودارت انها اوبن سورس. فاير بيس طبعا ما هي اوبن سورس، لكن انت بالنهايه بتستخدم كلاود، تستخدم امازون ولا تستخدم جوجل ولا تستخدم مايكروسوفت، اختر واحده من الثلاث وثق فيها. هذا الرد يعني باختصار. زين، كلهم شركات، كلهم في النهايه يهمهم الفلوس قبل اي شيء ثاني. فلتر فرونت اند ودارت في باك اند، لا هي فلتر هو الفريم ورك ودارت هي لغه البرمجه. تمام، شيئين منفصلين، ما لهم دخل فرونت اند وباك اند. اقدر اكتب بزنس لوجيك بسبرينج واكتب واجبات فلتر؟ نعم، فلتر تصميم التطبيق وتحط بزنس لوجيك بسبرينج وتسوي ريست اي بي اي بينهم، بس هنا فاير بيس ما لها دخل طبعا. طيب يا شباب بنستاذنكم، احنا كملنا 3 ساعات وطورنا والله على ضيفنا او مستضيفنا يعني. فالشكر للجميع، المحاضرة مسجلة ان شاء الله، نوعدكم ان نرفعها بشرط ما يكون في اي مشاكل. اول مرة نجرب تسجيل على زوم، ان شاء الله انه يطلع التسجيل زي ما احنا متوقعين باذن الله، صوت وصورة وكل شيء. فاذا ما في مشاكل ان شاء الله نحاول نرفعه، نقسم المحاضرة ونرفعها ونعلن لكم ان شاء الله متى المحاضرة في الجاية ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيك العافيه عبد المحسن، ما قصرت. ويا بندر شكرا لك على استضافتك، ما قصرت صراحه. يا دكتور حياكم الله، الله يرضى عليكم، بالعكس خذ راحتك، الله يرضى عليك، نتشرف بذلك. والشكر للجميع على الحضور. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. سلام.